فينا نروح على الصين، نروح على الدول الغربية، في بعض الأكلات اللي بتجذب الأنظار والطعم وكمان المعدة بتشتاق لها. جوزك بيسافر، رحنا سمعنا شفنا فيديو على السوشيال ميديا الأكل الصيني. النهاردة معانا التشيكن اللي هي صدور الفراخ، هنرحمها من جو الشاورما ومن جو إن احنا نعملها كريسب أو مالية، فخلينا نعملها النهاردة من المطبخ الصيني ولكن بخفة دم مصرية. هي صدور فراخ مع تشكيلة من الخضار، إذا كان كرومب، إذا كان خس بلدي، الخس البلدي يخش في الأكلة، الجرجير ممكن نستخدمه، الخيار ممكن نستخدمه في الأكل الصيني، كل الماتيريال يتميز المطبخ الصيني أو المطبخ الياباني أو الماليزي أو الأندونوسي، نفس المدرسة دي، بتشكيلة الخضار ولطافتها. معانا البروكلي النهارده هنعمله بالسويت اند صور. البروكلي لطيف وجميل، البروكلي الاطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه، دايما في العيادات التغذيه بيتصدر القائمه الاولى في انواع الخضار. بروكلي كرومب استخدميه. النهارده هنعمله بطريقه جديده ونعمله بجو روح السنه الجديده، السنه الميلاديه، يا رب تكون سنه سعيده وهنا وسرور وامن وامان على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. تعالوا مع بعض ناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف النودلز بالخضار من المطبخ الصيني، فراخ تشيكن تشاينيز من المطبخ الصيني، البروكلي بطريقه جديده وبروح ثانيه. الكلام ده بعد الفاصل. نصيحه مني، يعني معلومة غير معلومة بتفاصيل صغيرة بمقادير بسيطة وسهلة. احنا النهاردة بنجيب بعض الأكلات المشهورة في المطابخ الغربية وليكن هو مثلا المطبخ الصيني. يعني ايه تشيكن من تشاينيز من المطبخ الصيني او تشيكن على الطريقه الصينيه؟ المسمى المنيو بتاعه لما نروح على بعض المطاعم يقول لك والله انا عندي التشيكن التشاينيز. امر يا باشا، تحب اقدم معاه رز ابيض ولا بطاطا بوريه ولا نودلز، وهكذا من الحاجات اللي احنا بنشوفها او بنسمع عنها. فخلونا نعمل الفراخ النهارده على المطبخ بطريقه المطبخ الصيني، ومعانا النودلز اللي هي مصنوعه من دقيق الرز. كلنا عارفين النودلز اللي هي المكرونة الصيني بتتعمل من دقيق الرز، ممكن تتعمل برضو من دقيق القمح عادي، بس طبعا طالما هي بيضة شفافة بتتعمل من دقيق الرز، تفاصيلها ما بتاخدش وقت كبير في السوى ولكن بيبقى شكلها جميل مع أطباق الباستا. معانا البروكلي النهاردة هنعمله سويت اند صور، استخدامنا لأنواع الخضار اللي هي من خير أرضنا. معانا الإخراج الجميل والأساتذة المصورين، معانا خيار ومعانا كوسة ومعانا فلفلة ملونة وبصل، ومعانا كمان الخس البلدي بتاعنا هيكون هو الرئيسي في الطبق الفراخ بتاعنا النهارده. تعالوا مع بعض نشوف مقادير التشيكن تشاينيز. معانا صدور فراخ متقطعه شرايح، معانا خس بلدي، ومعانا كابوتشا، ومعانا بصل وتوم، صويا صوص، زيت سمسم ده اساسي في المكونات بتاعتنا، ومعانا فلفله حلوه ومعلقتين من النشا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه عندنا طاسه بتسخن على النار. الادوات بتاعه المطبخ الصيني دايما بتلاقيها طاسه شكلها لطيف وجميل كده، وكمان المعلقه اللطيفه اللي بيقلبوا بيها، والسكينه او السطور، وكل انواع الخضار الموجود. اول حاجه الفراخ متقطعه عندي، خلونا نتبلها مع بعض كده سريعا. تتبيله الفراخ قبل ما ان احنا نحطها على النار او ان احنا نحمرها، معلقه فلفله حلوه. طبعا بنبعد بقى عن المايونيز والزبادي في تتبيلة الفراخ. ده في الشاورما، ادي الصويا صوص على الفلفلة الحلوة. طبعا استخدامنا للملح هنا مفيش خالص. بناخد بياض بيضة اهو في تتبيلة الفراخ. دي حاجة جديدة يا عم الشيف. بياض بيضة اهو زي الفل. الصفار ده بنخليه على جنب، بنستخدمه في طبق اومليت عادي مفيش اي مشكلة. يبقى انا حطيت بياض بيضة مع الفلفلة الحلوة. معانا كمان يا عم الشيف معلقة نشا في المقادير، نخليها كمان واحدة زي الفل. فص ثوم ناعم ده في التتبيلة. معانا جنزبيل طازة فريش، بناخد منه قطعة حلوة بنقطعها كده. جنزبيل أساسي في ماتيريال المطبخ الياباني والصيني والأندونيسي والماليزي، أنا بتكلم على المطابخ المشهورة بكل أنواع الجنزبيل. هنمسك الجنزبيل ده نقطعه، فوائد الجنزبيل لا تعد ولا تحصى، خاصة في أيام الشتاء.
المشروب الصحي اللي احنا كلنا عارفينه، مشروب الجنزبيل بالقرفه. تشرب ايه؟ جنزبيل بالقرفه. تحب تاخد ايه؟ جنزبيل بالقرفه. ليه القرفه مع الجنزبيل؟ الاثنين طبعا في ليفر لطيف وجميل، بينهم مع بعض علاقه قويه وعلاقه صداقه. الاثنين بيجتمعوا في كوب ماء مغلي مع جنزبيل طازه زي ده كده مع عود قرفه، احلى مشروب في ايام الشتاء. قلبنا الجنزبيل الحلو ده مع الفراخ مع التومه الحلوه مع الصويا صوص، كلهم على التقليبه الحلوه دي كده اهو، ومعانا زيت شديد الحراره. في مدرستين للطهي، يا اما الفراخ دي تتحمر وتحط عليها الخضار كله ني في ني ويبدا يستوي، يا اما الفراخ دي تتحمر الاول في الزيت كانك بتحمري فراخ كريسبي وتاخد اللون الكريسبي والشكل الكريسبي باضافه النشا ليها وبياض البيض، وبعدين بنضيفها للخضار. دي مدارس، خلي بالك. هتعمل ايه يا عم الشيف من المدارس دي؟ هحمر الفراخ دي في زيت شديد الحراره للامانه. ليه يا عم الشيف؟ عشان اكسب وقت. حلو الكلام. هناخد الفراخ كده في قلب الزيت وهو سخن، بنحمرها هنا كده. طبعا لما حطيت نشا وبيض بياض بيض هيخليها تبع كريسبي معايا اجهز بقى الخضار الحلو. الخضار هنا ده صوره مفتوحه بقى. انا تعمدت النهارده استخدم خيار بتاعنا عادل بنستخدمه في السلطه، هنشوف نستخدمه ازاي مع بعض. هسيب الفراخ تتحمر. معانا خيار، معانا كابوتشا، معانا بصل اخضر، معانا جزر. هنشوف نعمل ازاي تشكيله من الخضار اللطيفه الحلوه اللي بيبقى شكلها حلو في اطباق الاكل الصيني. الخيار هنا بيتقطع بالشكل ده كده، هتقشره؟ لا. هتبشره؟ لا. انا مش هعمل سلطه الزبادي بالخيار اللي انت عارفاه. حلو، بتضحكي؟ ها هو ده. كمان واحده، يلا بينا اهو. الخيار ده مع طعم الفراخ او طعم اللحمه لما بياخد صويا صوص، الخيار فيه ماده سكريه احنا كلنا عارفين، مع الصويا صوص مع زيت السمسم. الله، حلو. معانا جزر، جزر هيبقى له تقطيعه تانيه عشان ما ياخدش وقت كتير في السوى. بنقطعه شرايح كده الاول، بعد ما بيتقطع شرايح يا عم الشيف بنقطعه طول. كل ده والفراخ بتستوي في قلب الزيت، خلي بالك. الجزر اتقطع كده، الجزر ده انا بقطعه يعني هنا بيلعب دور مهم جدا اكتر من الطعم، اللي هو بيبقى لونه حلو في قلب اللحمه بعد ما بتستوي. اللون البرتقاني ده من فواتح الشهيه، يا نعم من فواتح الشهيه، مع ان انا حاطط لك فيها بصل اخضر ومدلعها لك علشان عينيا. حاضر، اللي يضايقك اشيله. الوجود الجزر هنا اللون البرتقاني، نكمل ايه علاقتنا بالالوان، بيفتح الشهيه يعني نفسنا قافله ومش عايزين ناكل. بص على اللون البرتقاني على طول نفسك هتتفتح. ناخد البصل الاخضر ده كده، شفتوا بقى البصل الاخضر بتاعنا المصري، عنوان واساسي للمطابخ كلها. حتى لو هنعمل مطبق تلاقي الكرات المصري، من غير الكرات المصري ما بقاش مطبق، من غير البصل الاخضر ما بقاش مطبق. الاكله دي مشهوره طبعا في بلاد الخليج، في السعوديه، في الكويت، في الامارات، في كل الدول العربيه. مطبق بالخضار، مطبق بالبيض، مطبق باللحمه. دي كرنبايه حلوه كده، ناخد منها شويه. دي هتلاقيها في السوبر ماركات الكبيره يعني، او ممكن تلاقيها عند بتاع الخضار. شكلها حلو، تلعب بيها حاجات كتيره، ممكن تعملها جرنش، تعملها برزنتيشن بالشكل ده كده. شفت الشكل ده كده اهو، ممكن تغرفي مثلا، تعملي الشكل الدائري ده كده وتغرفي جواه الاكله وهكذا. بس حبينا نشرح التفاصيل عشان لما هتجيبيها خلي بالك ممكن تعداد الاستخدام ليها كتير قوي. هنقطعه كده، ده مفيد جدا. هل كل ده خضار للفراخ يا شيف؟ الصوره الحلوه بتتحدث عن نفسها. معانا خاص بلدي، والبلدي يوكل اهو بجد يا شيف. شفت الخس البلدي؟ غير الكابوتش على فكره، الخس البلدي لما نشوفه ده يعني حاجه طعمه الطف بكتير واحسن بكتير من الخس الكابوتش. هندخله النهارده في طبق الفراخ بتاعنا. احنا بنغير مدرسه الطهي، ان انا ادخل خس وخيار، دي حاجه جديده
طبعا بالنسبة لحضراتكم أو لكل الأمهات اللي بتابعونا في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة، تحية حب على قدوم السنة الجديدة السنة الميلادية 2024. يا رب تكون سنة سعيدة وسنة خير وسعادة وأمن وسلام واستقرار على مصر أم الدنيا. أخبار الفراخ إيه؟ هو ده، بصلي عليها بالله عليك مخرجنا، بصلي على الفراخ اللي خدت نشا وبياض بيض. بص اهي شفت الحلاوة دي؟ ايوه جمبري، ايوه شفت الفراخ بس بياض البيض ونشا، خلتها لك كريسب وخدت اللون ده، عاملة زي اللوز أو عين الجمل، سوري الكاجو. هو ده بس خلاص. طاسة هنا شديدة الحرارة، قليل من زيت الزيتون، حلو. الأخبار تمام. مكعب زبدة، أنا حب الزبدة مع التشاينيز، هم بيستخدموا الزبدة. كمان واحد، كمان واحد. معانا تشكيلة الخضار الحلوة. في حاجة مهمة جدا، البصل بتاعنا الجميل، شيل دي من هنا، مضايقاك أنا عارف، نفسك تقول لي شيلها ومش عايز تضايقني. هناخد البصلية الحلوة دي كده. يلا بينا على النار. شرايح، جوليان، سلايز، مصطلحات مالكيش دعوة بيها. ننزل بقى هنا، الله، يتقدمهم البصل بتاعنا. حلو، الله. اي مطبخ في الدنيا في العالم تقول لي صيني، تقول لي طلياني، تقول لي خليجي، تقول لي مصري، تقول لي ياباني، هندي، ماليزي، مكسيكي، البصل ثم البصل ثم البصل ثم الثوم اختياري. بنقلب. شفت البصلايه الحلوه رايحه جايه ازاي؟ مكعب زبده، معلقه زيت، رايحه جايه زي الفل. التقليبه الحلوه دي كده. اخواننا في الصين في اليابان ما يعرفوش حاجه على حاجه اسمها طواجن او تسبيكه، على طول شو يعني، الاكل ما بيقعدش على النار اكتر من 10 دقايق. حلو الكلام، دي قاعده عنده، ان بقى نسبك طماطم وبولونيز والطواجن دي ده ثقافتنا عادي، ولازم تحترم، ولازم ان احنا نحبها. يعني احنا بنتكلم على مطبخ من المطابخ، ولازم نحترم اي مطبخ لان دي ثقافتهم والاكل ثقافه، خلي بالك. بصلايه على النار. هناخد الخيار، شفت بقى اهو اهو هو ده. ناخد الجزر، هو ده. ناخد البصل الاخضر، هو ده. كل ده مع بعض. اخر حاجه هنزل بيها الخس البلدي مع الكابوتشا. نقلب ده كده. لا والله الشكل حلو، هتلاقوا على الشاشه ده حكايه. زي ما قلت لحضراتكم، وجود الجزر هنا بيلعب دور مهم جدا، بيدي لون، بيدي رونق، صورة حلوة، كمان فواتح شهية. نقلب كده، وأنا بقلب كده حلو أهو زي الفل. التقليبة دي مطلوبة. الفراخ بتاعتنا إيه الأخبار؟ أهي بص على الفراخ، بص على الفراخ وهي نازلة، هو ده التقليبة. ايه يا عم الشيف ده، انت وفرت علينا فيزا، دي رقم واحد. رقم اتنين تذكرة مش عارف سعرها كام دلوقتي. رقم تلاتة غربة، ربنا يكفيكم شر الغربة. حلو الكلام، يعني سفر، يعني ايه نسيب الاولاد عشان نروح ناكل اكلة زي دي كده. شفت الحلاوة دي كده، اهو ده. معانا حليب جوز الهند، هما بيستخدموا بعض المطابخ بتستخدم صودا، مية صودا. أنا بستخدم شوية حليب جوز الهند هنا وأسيبهم على النار تاخد غلوة مع إضافة الكابوتشا بتاعتي والخس البلدي بتاعي، ونقلبها لحضراتكم كده وتبص عليها. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده كده؟ يلا بين لي حلاوتك. لما الكرنب الافرنجي ده والكابوتشا مع الخس يتعرض للحراره هتلاقوه زيه زي الخيار وزي الكوسه، سوري، وزي الجزر، قليل بس هو باين دلوقتي كتير لانه لسه ايه ما سخنش.
خلونا نقلب فيها كده، لان دي لازم نقلبها كتير ولازم تبقى نار شديده ونار مباشره. المطبخ الصيني ما بيستخدمش النار بتاعتنا اللي هي النار الكهرباء دي او التاتش البوتاجاز، بس احنا طبعا ممنوع نجيب نار هنا اللي هي النار العاديه او الانبوبه يعني او الغاز، فاحنا بنشتغل على نار كهرباء. فعشان كده نتكبر الصوره، لما بقول الصوره الحلوه تعني مليون كلمه بتفاصيلها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه مش من فراغ. يعني طبيعي لازم تكون الصوره حلوه، فيها شويه خضروات من خير ارضنا، اذا كان الجزر، اذا كان الخس البلدي، الخيار، كابوتشا مع فراخ اتعملت بتكنيك عالي من الخبره، بياض بيض. شفنا ازاي دي هتحتاج لشويه ميه، وحطينا عليه كمان صويا صوص، وحطينا عليها نشا دي الفراخ، وبعدين حمرناها في قلب الزيت. شفت ازاي؟ ونقلب كده. هتحتاج مني كمان شويه صويا صوص، هتحتاج لشويه فلفله حلوه. اكل هيتلم العيله كلها. حلو، ونقلب كده. شفت الجو ده؟ بس خلاص. الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ سبايسي والله، عايزاها سبايسي، دي بتاعتك هي لغايه دلوقتي مش سبايسي. ممكن تجيبي فلفل حار وتقطعيه عليها عادي. خلينا نغرفها مع بعض. دي عدلها، يا اما رز ابيض للامانه، ولازم يكون رز مصري مش بسمتي. حلو، رز ابيض عادي يتسلي خالص من غير ملح، كمان ملح قليل جدا. واما نقدم معاها بطاطا بوري، وده اختياري. معانا بطاطا بوري عشان الاطفال الحلوه تحب الاكله دي. تعالوا نقدمها مع بعض كده بطريقه حلوه. ناخد البطاطا دي كده اهي، يعني مش عايزين نحط هنا بقى لا حليب ولا زبده، نكتفي كده بس بالبطاطا. يبقى هنا الوجبه بتاعتي كامله متكامله. يا اما تقدميها في طبق زي ده حلو كده، يا اما تمسكي البطاطا دي تعمليها دايره حلوه وتحطي في قلبها اللحمه، تبقى شكلها لطيف وحلو، لان كمان الشكل مطلوب. ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي كده، نبص عليها الاول. الله، شفت الحلاوه دي كده؟ ممكن تحط عليها كاجو في التقديم، ممكن تحط عليها سمسم، اختياري برضو حسب الرغبه. الله الله على الجمال، الله على الصوره الحلوه. وجود البصل الاخضر الخاص البلدي، وريحتك وقفتك من المطبخ. ما جبناش بقى كرومبايه وقعدنا نلف محشي خالص، عايزه كرومب فيها. نعم يا غالي، ممكن نعملها باللحمه عادي، شرايح لحمه بديله للفراخ، اختياري برضو، وده اختياري حسب الرغبه. انا عجبني اول خيار فيها والبصل الاخضر والخس البلدي. الله، صيني ولكن بخف الدم مصري. هما بقى بيستخدموا بعض الماتيريال، احنا ممكن هنا مش بنستخدمه عادي. شفت الطبق ده كده؟ هو ده زي الفل يا عم الشيف. ده عايز شوية كاجو، ممكن شوية سمسم، ممكن اختياري برضه. اوف 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 اوف، شفت ازاي؟ الجرنش ده مطلوب، والبرزنتيشن مطلوب، رش السمسم. ألف هنا وشفاء لليأكل. ده نخليه هنا كده معانا عشان عايز أعمل نودلز دلوقتي سريعا كده مع بعض. مقاديرها على الشاشة، خلي ده هنا زي الفل.